طبعا قطاع واعد جدا، والحمد لله احنا ربنا وفقنا، واول سنه بعنا انتاجنا بالكامل، وده تقريبا تلت طاقه المصنع، لان طاقه المصنع حوالي 60,000 طن سنويا، لكن احنا كل ابتديناه، وده طبعا رقم كبير جدا لمصنع يشتغل في اول سنه ومنتج جديد، والحمد لله كان مردوده كويس جدا على كل الناس. وصلنا لمعدلات تحول زي ما حضرتك تفضلت، واحد لواحد في سمك البلطي. بالنسبه للسنه دي ابتدينا الحمد لله الخطه بتاعتنا ان احنا انتاجنا هيزيد حوالي 40%، يعني تقريبا هنوصل لحوالي 40,000 طن، ما بين 35 ل 40,000 طن، الى جانب ان دخلت انواع جديده، زي ان احنا ابتدينا ننتج اسماك المارين فيش، زي اسماك البحريه، العلف انتجت بالفعل، انتجت بالفعل وفي السوق بقى لها اكتر من 15 شهر دلوقتي، علاف الدنيس والقروس، والشهر الجاي باذن الله احنا منتظرين البرمكسات بتاعه الجمبري، ودي الحمد لله اتشحنت من امريكا وتسجلت في مصر، وان شاء الله بعد شهر من دلوقتي هننتج علاف الجمبري، وده هيكون اضافه لينا. الى جانب كده طبعا السوق زي ما قلت لسيادتك سوق واعد جدا، واحنا الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا ثقه المستهلكين المزارعين، فبقى علينا طلب كبير قوي، الى جانب طلبات التصدير، لان احنا ابتدينا نشتغل في التصدير كمان. ففي الفتره ديت الحمد لله دي الخطوه اللي احنا خدناها السنه دي، ان احنا ابتدينا ندرس ونتفاوض على الخط الثاني علشان نلبي احتياجات السوق. يعني ربنا يوفق حضرتك. خليني اسالك على الاسماك البحريه. دلوقتي حضرتك بتنتج اعلاف اسماك بحريه، وده احنا محتاجينه جدا لمشروعاتنا، عندنا توسعات كبيره جدا في قطاع الزراعه السمك البحري، عندنا مصانع بتنتج، لكن انا عايز اعرف ايه الاختلاف اللي قدمته جراند من خلال الشراكه مع زيجلر الامريكيه. هو كان كل تركيزنا في جراند احنا وزيجلر، ان المنتج بتاعنا يبقى مميز. المنتج بتاعنا في نسبه البروتين بتاعه زيه زي بقيه كل المنتجات الثانيه، لكن في اضافات معينه بتضاف في التركيبات بتاعتنا بتقلل مده التغذيه، بتقلل مده التغذيه في فترات تتراوح ما بين 15 ل 21 يوم، وده لما يترجم لفلوس ده بيعني مبلغ كتير، خصوصا سمك العلف البحري غالي، فده بيفرق كتير قوي، وده اللي احنا بنشغلين عليه، ان احنا بنقلل فترات التغذيه في الاسبوعين 3 اسابيع، ودي طبعا بيكون ليه مردود كبير عند المزارع. يعني